الرئيس السيسي يتفقد مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحية. شكري يلتقي بوغريني في بروكسل قبيل اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ضبط ومصرع 12 إرهابيا قبل تنفيذ عمليات عدائية بالتزامن مع أعياد الميلاد. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي والمنطقة الصناعية، وكذلك مصنع الفوسفات ومجمع الرخام العالمي بالمنطقة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور وزير الخارجية سامح شكري والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغوريني. ويستهدف المجلس مواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز واستكشاف أوجه تعاون جديدة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن تقييم التقدم المتحقق في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. We'll be right back.
للمزيد والاقتراب اكثر من الشراكه ما بين مصر والاتحاد الاوروبي ينضم الينا هاتفيا الان الاستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الاهرام. استاذ شريف بعد التحيه، استمراريه التواصل ما بين مصر والاتحاد الاوروبي من خلال هذه الاتفاقيه منذ عام 2004 عندما شهدتها يعني ارض الواقع في التنفيذ، يعني الاهميه والدلاله في الاستمراريه وفي هذا التوقيت ايضا في التعاون المثمر ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر حريصة على أن تستفيد من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في كثير من الملفات، في مقدمتها مقاومة أو إيجاد حلول لملف الهجرة غير المشروعة، محاولة أن يكون هناك تنسيق الرؤى الأمنية لمواجهة الإرهاب ومقاومة اختراق كل القارة البيضاء الآن. كل طبعا بالإضافة إلى أن مصر في الفترة المقبلة ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019، وأكون لديها ثقل دولي وثقل عالمي تستفيد منه أوروبا في تنسيق الرؤى والعلاقات بين مصر ودول أوروبا. فأعتقد أن مصر حريصة على أن يكون هناك تنشيط للعلاقات مع أوروبا تستفيد منها في على مستويين، رفع المكانات السياسية وسط العالم، وفي نفس الوقت تنشيط خطوات الإصلاح الاقتصادي والعلاقات التجارية بين مصر والدول الأوروبية. ولكن يعني أهم المحاور التي يجب أن يتم التركيز عليها من خلال هذه الاتفاقية هل منحصرة فقط في دعم وتجديد استثمار الاقتصاد المصري والشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، أم أن هناك بعض النقاط الأخرى المهمة التي يجب أن تحتضنها هذه الاتفاقية خاصة في إطار هذا التوقيت؟ الجانب الاقتصادي هو الجانب الأهم، لأن مصر مشغولة جدا بفكرة الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد حتى يكون هناك دائما دعامة تقدر من خلالها أنها تقوي مكانتها ووضعها السياسي على مستوى العالم. لكن طبعا زي ما حضرتك تفضلتي هناك أيضا جوانب أخرى، قد يكون هناك اهتمام في العلاقات بين مصر وأوروبا، منها أن يكون هناك أيضا جوانب سياسية أو ثقافية أو أمنية، فضلا عن تنشيط السياحة بين مصر وأوروبا كرافد مهم اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك أن تكون هناك رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدب الروسي بأن مصر قادرة على بناء تحالفات قوية جدا مع دول أخرى بخلاف روسيا وبخلاف أمريكا لإحداث نوع من أنواع التوازن العالمي، وإثبات قدرة مصر على بناء تحالفات أخرى تستطيع من خلالها تثبت أنها مستقلة سياسيا وليست تابعا. أستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والمعلومات المهمة. في شأن آخر، تفقد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي مراحل الإعداد الأساسي والتأهيل العسكري للطلاب المستجدين من الدفعة 115 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، وتابع القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية للإطمئنان على مراحل الإعداد. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل الإعداد الأساسي والتأهيل العسكري للطلبة المستجدين من الدفعة 115 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والذين يتلقون فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي بالكلية الحربية. وتابع القائد العام عددا من الأنشطة التدريبية للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل العسكري والحالة الإدارية والمعيشية لضباط المستقبل. ورحب القائد العام بأهالي الطلاب أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، مقدما الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء، مؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها. كما أدار القائد العام خلال الزيارة حوارا مع الطلبة المستجدين
استمع خلاله لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في مختلف المجالات. من جانبهم أشاد أسر الطلاب بالروح المعنوية العالية والعزيمة والإصرار الذي لمسوه في عيون أبنائهم، كما أكد الأهالي أن مشاعرهم تفيض بالعزة والفخر بانتماء أبنائهم لهذا الصرح العظيم. فرحة فرحة ما يسعش فرحة، أكبر فرحة في الدنيا. أنا قدمت لعيالي الاثنين اللي قبل منه وما كانش ليا نصيب، دي تاني رجعت لي البدلة في حضني تاني. أنا أبويا كان في الجيش وأخويا كان في الجيش وابني في الجيش وابني وكل أبناء مصر في ده البلد دي، في ده تراب الأرض دي اللي احنا تربينا فيها وإحنا من عجينة الأرض دي. بالطبع ده شرف عظيم إن ابني ليا يعني انتسب للمؤسسة العظيمة زي ديت اللي حامية البلد. طب ده من كل قلبي طبعا فرحانة بيه طبعا، وأتمنى إن هو يكون حاجة كبيرة وحاجة يعني ما أقدرش أوصف لك مدى سعادتي وإنه في وجوده في المكان ده حاجة يعني ربنا يحميهم ويحافظ عليهم يا رب. منتهى السعادة في النهاردة وتشوف فرحة الشعب المصري بأبنائهم وحماتهم الجيش والشرطة. إحنا مصر في رباط واحد، ربنا يحمي مصر وشعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر. وأكد القائد العام أن فترة الإعداد العسكري هي النواة التي تغرس في قلوب المقاتلين روح الولاء والانتماء، موصيا الطلاب بالتمسك بالعزيمة والإرادة الصلبة والصدق والأمانة لتبقى القوات المسلحة دائما درعا قويا يحمي الأرض ويصون العرض. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة. أعلنت وزارة الداخلية مقتل وضبط 12 عنصرا من حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قبل تنفيذهم لعمليات عدائية بالتزامن مع احتفال الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد. أوضحت الوزارة في بيان أن أحد هؤلاء العناصر قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة المنيب بالجيزة أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية التي معنية بإحدى المنشآت المهمة، لافتة إلى أن العنصر الثاني قتل في تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في مدينة السلام بالقاهرة. وأشارت الوزارة إلى أن باقي عناصر المجموعة الإرهابية الستة قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء هروبهم مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة الواحات، لافتة إلى العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر. وأضاف البيان إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 4 عناصر من المجموعة الإرهابية أثناء اختبائهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السلام بالقاهرة والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة. أنا اسمي صلاح الدين حامد وحركي حسن، وأنا عضو بالجماعات المسلحة التابعة للإخوان المسلمين، وأخذت تكليف من مسؤولي باستلام وتسليم سيارات خاصة بالمجموعات المسلحة، وبعد كده أخذت تكليف من مسؤولي بالإشراف على مجموعة مسلحة من ضمن المجموعات، وعرفت من مسؤولي في الخارج إن قيادات المجموعات عملت هيكلة جديدة وغيرت مسميات داخلها شبيهة بالمسميات العسكرية سرايا وكتائب، والتعامل هيكون بأسماء حركية والمجموعات متعرفش بعضها وأمنياتها. أنا اسمي عمرو أيمن محمد علي الدين، سني 24 سنة، مقيم في قرية محلة أبو علي المحلة الكبرى، شغال موظف كول سنتر. انضميت للإخوان من صغري عشان أبويا وعمامي كانوا كلهم إخوان، وحضرت عصام رابعة وشاركت في الفعاليات والمظاهرات وشاركت في الأنشطة الإرباك والإنهاك اللي قام بها شباب الإخوان في المحلة. وبعد كده في أغسطس 2017 انضميت للمجموعات المسلحة للإخوان. اللي عرفني عليها ياسر الزيني، هو عرفني بالحركة عمار. الحركة عمار بعد فترة من التواصل رتب لي معسكر تدريب كان مدته 3 أيام في مدينة بدر في القاهرة الجديدة. المعسكر ده كان معايا الحركي عز والحركي عمر والحركي عبد الرحمن، اتدربنا فيها على فك وتركيب السلاح والتأصيل الشرعي وفنون القتال وأساليب الرماية. بعد فترة من التواصل وصلت مع الحركي الغيث والحركي رائد العطار والحركي رضوان. الحركي رائد العطار ده كان قائد الكتيبة، وبعد فترة من التواصل عرفت ان انا في مجموعة الرصد
وبالفعل طلب مني من فتره رضوان ان انا ارصد كمين شرطه. كمين الشرطه ده كان موجود في منطقه كورنيش الملك الصالح. كورنيش الملك الصالح قدام بنزينه التعاون عند كورنيش الملك الصالح. وطلب مني ان ارصد تجهيز وقوام الكمين، وبالفعل رصدت الكمين ورفعته على برنامج التليجرام. قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 40 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبية. كانت محكمة النقد قد قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، بينهم 18 أمريكيا والباقون من جنسيات مختلفة، جميعهم مسؤولون بفروع منظمات أجنبية في مصر. تفقد محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين أعمال المسح الطبي لطلاب مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تستهدف نحو 164 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة. وأعلن المحافظ استمرار حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي بدأت الأحد الماضي وتستهدف نحو 1500 طالب بثلاث مدارس ابتدائية كمرحلة أولى. استكمالا للمبادرة الرئاسية في مكافحة فيروس سي، احنا مستمرين للمرحلة العمرية دلوقتي من 15 ل 18. طبعا احنا في المرحلة الأولى استهدفنا النسب الأعلى، والحمد لله انه الشهر اللي تمدد فيه المبادرة هيخلينا نحقق الاستهداف الفعلي الكامل. ابتدينا نعمل فرق بتنتقل الى اماكن التجمعات زي المدارس والمصانع وخلافه. المبادرة حاليا مستهدفة من 15 ل 18 سنة، ودي مرحلة عمرية مطلوبة انها نستهدفها. الحمد لله الاقبال عليها اكتر من رائع. الحملة مستمرة 3 اشهر، طبعا في فترات الامتحانات. الجزء الاساسي ان احنا مستهدفين 164 الف، احنا في 15 يوم حققنا 68 الف، يعني عدينا المراحل المتوقعة. طبعا هيتخلل بعد كده الامتحانات، قد يتراجع النسب شوية، لكن انا بشكر الاقبال الشديد من الطلبة، بشكر القائمين على الحملة لانهم بيقوموا بواجب وطني وبيستقبلوا الناس بكل ترحاب وبيفهموهم الاجراءات الصحية. الاجراءات الصحية هي نفس الاجراءات المتبعة في انها بتستخدم الجهاز لمرة واحدة مما يكون امن. الاهم ان النسب الحمد لله الايجابية ما تعدتش النسبة الطبيعية، بالعكس هي ما حصلتش ربعها. احنا الايجابي بيتفاعلوا مع الاخوة القائمين في العلاج على نفقة الدولة. مرت 3 اشهر منذ ان بدأت مدرسة العربي لتكنولوجيا التطبيقية عملها بمركز ويسنا بمحافظة المنوفية، تجربة تعليمية مختلفة ومتميزة نشاهدها معكم في سياق التقرير التالي. كأي يوم دراسي يبدأ الطالب في الصباح الباكر يومه، لكن يوم أحمد عبد الناصر يبدو مختلفا. وهو شاب في 15 من عمره التحق بمدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تسير على نهج المدارس اليابانية بعد إعطاء المدرسين دورة تدريبية هناك. ليحكي لنا أحمد عن يومه ومدرسته بشغف واضح. أنا بخرج من البيت بس بروح عند الأوتوبيس، بينزلني هنا عند باب المدرسة، بنخش بنقف طابور، بنختم، بنخش ناخد الوجبة. بعد ما بناخد الوجبة كل واحد كل 5 6 بيقفوا على سلة، بعد ما يخلصوا الوجبة بتاعتهم بيقفوا على الطابور. المدرس بتاع الألعاب بيدينا شوية تمارين الصباح عشان نبقى يعني فريش كده مش كسلانين. بعد ما بناخد تمارين الصباح بنطلع فوق الفصل، لو علينا نظر بناخد النظر. بنيت المدرسة على مساحة 5000 متر مربع، ليفتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام ضمن مشاريع عدة، فتستقبل طلابها بعد انتقائهم بعناية، ويبلغ عددهم 144 طالبا كدفعة أولى، وتنقسم إلى 3 أقسام تكنولوجية. ابتدينا الدراسة فيها السنة دي، في عندنا 3 تخصصات فيها،
في تخصص ميكانيكا، وفي عندنا تخصص كهرباء، وفي عندنا تخصص تبريد وتكييف. ثلاث تخصصات. الثلاث تخصصات دول كل تخصص فصلين، الفصل الساعة بتاعته 24 طبعا عشان 24 طالب، عشان نراعي الكثافة بتاعة الطلاب ما تبقاش كتيرة زي المدارس العادية بتاعتنا. وفي طور التغيير تنتهج المدرسة مناهجا جديدة تدرس لأول مرة. احنا عندنا المناهج طبعا بتنقسم الى مناهج تخصصيه خاصه التخصص، ومناهج ثقافيه، لان احنا بنبني فني متكامل، ثقاف زائد راجل فني محترف عنده فكر وعنده ابداع. ان ابرز حاجه عندنا ان المناهج كلها مترابطه، يعني اللغه العربيه لها علاقه بالمنهج التخصصي، الانجليش لها علاقه بالتخصص، العلوم المتكامله. تاني حاجه ان التطبيق ان هو بيطبق المنهج اللي هو بيدرسه. كمان يعني هو بيجد كل، ما عندوش مشكله ان هو راح يحفظ ويذاكر، احنا مش عايزين نعتمد على كده، احنا عايزين مناهج مش بالطريقه التقليديه الحفظ والاستظهار، لا احنا عايزين مناهج تبني افكار ابداع. بنحاول نخلي المنهج ده على هيئه نشاط، ان الطالب يبقى حابب يجي المدرسه، هو اللي جاي وعايز يجي المدرسه. اقامه مدرسه العربي الثانويه للتكنولوجيا التطبيقيه يبني جيل مختلف، ويضمن توفير عماله مدربه جيدا على الوسائل التكنولوجيه الحديثه، ويفتح سوق عمل وتعليم امام الكثيرين. بلادي 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 لك حبي. ننتقل وياكم الآن لتكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للحاصلين على جوائز الدولة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. نتابع. جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية تذهب إلى الأستاذ صلاح سالم، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام. جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية تذهب إلى الأستاذة الدكتورة إلهام دبني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر. جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية تذهب إلى الأستاذ الدكتور عبد السلام محمود عبد الحميد أبو قحف، أستاذ إدارة الأعمال الدولية كلية التجارة جامعة الإسكندرية. للمكرمين الحاصلين على جائزة الدولة للتفوق. وننتقل الآن إلى جائزة الدولة التشجيعية.
جائزة الدولة التشجيعية في الفنون تذهب إلى الدكتورة فاطمة عبد الرحمن فنانة تشكيلية أستاذ مساعد قسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة. جائزة الدولة التشجيعية فرع فن الرسم والتصوير العمل الفائز ورسم بالقلم الجاف والأقلام الخشبية الملونة وورق الذهب. جائزة الدولة التشكيلية في الفنون تذهب إلى الفنان محمد إدريس سيد أحمد فنان التشكيلي مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. جائزة الدولة التشكيلية فرع التصوير الجداري العمل الفائز هو محتوائي أربعة. التشكيلية في الفنون تذهب إلى الدكتور وسام أحمد أمين عازف ومتخصص في آلة العبوة أستاذ مساعد آلة العبوة معهد الكونسرفاتوار. جائزة الدولة التشجيعية فرع العزف على إحدى آلات النفخ الخشبي العمل الفائز هو كونشيرتو ريتشارد شتراوس للعبوة والأوركسترا. جائزة الدولة التشجيعية في الفنون تذهب إلى المخرجة والمصممة ميرات ميشيل مخرجة رقص المدير الفني لفرقة نو بوينت برسبكتيف. جائزة الدولة التشجيعية. تابعنا مع حضراتكم هذا الجزء من تكريم وزارة الثقافة المصرية للحاصلين على جوائز الدولة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وإلى الشأن السوري، حيث أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازرو أن بلادها ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا رغم قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من هناك. فيما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية في تغريدة لها على تويتر أن إرهابي داعش ضعفت شبكتهم لكن لم يتم محوهم من على الخريطة في سوريا، ولا بد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية بالأراضي السورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت حان لإعادة الجنود الأمريكيين من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش، وأضاف في كلمة له أن القادة العسكريين سيراقبون خطوات تنظيم داعش في الفترة المقبلة لمنعه من العودة. وكان ترامب أكد في وقت سابق إن المهمة في سوريا أنجزت بهزيمة تنظيم داعش، ومشيرا أن ذلك كان السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في سوريا خلال فترة رئاسته. اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيتسبب في فراغ سياسي وعسكري بالمنطقة، وسيترك شعوبها بين ما وصفته بمخالب القوى والجهات المعادية. وحذرت القوات المدعومة من الولايات المتحدة من أن الانسحاب سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والسلم العالميين، وسيسمح بعودة تنظيم داعش الإرهابي للظهور مرة أخرى. للاقتراب أكثر من المشهد السوري ينضم إلينا هاتفيا معكم الآن الأستاذ الدكتور أو أستاذ القانون الدولي دكتور محمد شاكر. دكتور محمد، تحياتي لحضرتك في البداية، ودعني أبدأ معك بتصريحات الجهة الفرنسية في ضرورة التدخل الآن في الشأن السوري حتى يتم تطهير سوريا من تنظيم داعش بشكل نهائي. بداية أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. يعني بالتأكيد يعني الانسحاب الأمريكي يعني أنا لا أراه جاء مفاجئا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست المرة الأولى التي تعلن فيها
لمعارضة الصراع السوري بالانسحاب يعني. هي هددت أكثر من مرة بالانسحاب يعني، وهي تدرك خطورة هذا الانسحاب صراحة يعني. هو يأخذ منحيين يعني، الأول يعني ربما إجبار روسيا للدخول بعملية سياسية جادة ربما تتعلق بموقع أو صلاحيات الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصا وأن يعني رفض اللجنة الدستورية جاء بعد يوم فقط من إعلان تركيا بأنها تقبل ببشار الأسد فيما إذا فاز بانتخابات تشريعية، ما يعني أن الحلفاء أو الضامنين الثلاثة أصبحوا كتلة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن تركيا قبلت بعدم المساس بصلاحيات الرئيس حسب الدستور وحسب مقررات اللجنة الدستورية، وأيضا قبلت به بالانتخابات. إذا الولايات المتحدة الأمريكية ردت بترك المنطقة بصراحة مفتوحة على جميع الاحتمالات السيئة يعني. الولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما أعلن دونالد ترامب مفاجأة يعني، أستغرب وأنا أبني المنطقة بصراحة يعني، أن تم القضاء على داعش، هذا الكلام دعاء يعتقد، وداعش من الصعب يعني الآن لا زالت جيوب داعش موجودة، وداعش لا يعني أبدا يعني لا يعني أبدا هو المجموعة العسكرية الإسلاموية المتطرفة المجرمة الموجودة، لا، داعش هي البؤر الموجودة من الجهل ومن التخلف ومن المرض ومن المخيمات ومن الأطفال بدون مدارس منذ 7 سنوات في هذه المنطقة. هذه هي بيئة حاضنة حقيقية للإرهاب، قد تولد يعني مكونات جديدة يعني تشبه حراك داعش. هذه هي النقطة الأهم بالنسبة لموقف الفرنسيين بصراحة. الفرنسيين وأنت يمكن نحن تابعنا جميعا منذ يومين أو ثلاثة زيارة المبعوث الرئاسي للرئيس ماكرون إلى القاهرة، والتقى بالسيد وزير خارجية سامح شكري. الموضوع تداعياته كبيرة، لماذا؟ لأنه يدرك بأنه لا بد من حل في هذه المنطقة. أعتقد بأن الموقف الفرنسي لديه توجهات أخرى يعني، من خلال يعني معلومات يعني قريبة من هذا الموضوع، وخصوصا يعني فالفرنسيين يدركون بأن هذا الحراك الأمريكي خصوصا بعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي على مسألة فرض العقوبات وانحياز أوروبا إلى عدم تطبيق الملف النووي الإيراني يعني في مواجهة فرض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أصبح الغرب الأطلسي منقسما صراحة يعني، ثقافة الغرب الأطلسي منقسمة يعني. الولايات أوروبا التي تعتبر شريكا جيوستراتيجيا مفترضا للولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تراعي سوريا كذا. ولكن عذرا دكتور يعني دكتور محمد يعني نحن الآن نطرح على الساحة يعني أسماء دول كبرى في العالم الدولي، نحن نطرح اسم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا وأيضا تركيا وإيران ومؤخرا فرنسا. إذن يعني التعامل الدولي مع الملف السوري مؤخرا ماذا عنه وبشكل تداعياته ولا أين يسير في أي اتجاه؟ يعني أي تحالفات مع بعض الأمور الخاصة بالملف الأمني وكذلك السياسي وأيضا الدولي؟ يعني ماذا عن التعامل كل هذه الدول في ملف واحد هو الملف السوري؟ بصراحة الملف السوري منذ حراك 4 سنوات قام به المبعوث الأممي دمستورا كان حراكا ناقصا في العملية السياسية. لماذا؟ لأن دمستورا كان يتحدث في الأراضي التي تستحوذ عليها الدول الضامنة الثلاث الحلفاء، كانت منطقة شرق الفرات التي انسحبت من الولايات المتحدة الأمريكية خارج العملية السياسية. لماذا؟ لأن أهلها الأصليين، لأن سكانها الأصليين، لأن المكون العربي الموجود في هذه المنطقة يعني غير موجود في إدارتها، غير موجود في سياسيا أو عسكريا. لذلك يعني هذا ولد نوع من عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية من بسط هيمنتها أو سيطرتها على قبائل عربية خالصة. وأنت تذكري في العام الماضي أعتقد بأن القاهرة استبقت هذه الأمور جميعها،
عندما استقبلت عندما عقدت في القاهرة مجلس القبائل العربية في شرق الفرات ودعت لإيجاد حل في هذه المنطقة. الآن حل في هذه المنطقة حتى لا تتداعى الأمور أكثر فأكثر، وفعلا وهذا ما حصل بالفعل. فوجه سوريا العربي أو حتى وحدة سوريا من الصعب القبض عليها من خلال العملية السياسية وترك هذه المنطقة يعني خارج العملية السياسية. الآن هناك عمل يعني يبدو أن الفرنسيين، أنت سألتيني عن الفرنسيين بالذات لأنهم يدركوا أن انعكاسات الإرهاب في هذه المنطقة ستنعكس على أوروبا أولا، وأول المتضررين ستكون فرنسا. الآن هناك دعوة أوروبية بصراحة لإدخال لعودة الفصائل العربية لإعطاء المكون العربي أبناء المنطقة الذين يشكلون الأغلبية المطلقة من هذه، إعطائهم دورا في هذه المنطقة لأخذ منحيين. الأول لكي لا تتحجج تركيا وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدخل منطقة شرق الفرات، وإذا دخلت منطقة شرق الفرات يعني هذا احتلال، وهذا أيضا كارثة، سيولد كارثة سياسية وعسكرية وإنسانية كبيرة بصراحة، يعني دخول التركية إلى هذه المنطقة. لذلك يعني رعت فرنسا مسألة يعني إيجاد حلول موضوعية، معاد موضوعي. وأنت يمكن سمعتي في الإعلام طرحت مسألة قوات النخبة السورية تابع لتيار غد السوري الذي مقره القاهرة بأن تكون متواجدة على الحدود كفصائل عربية، وأيضا إبعاد قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق أبعد بحيث لا تكون حجة لتركيا في التدخل. إذن يعني هذا المطلوب يعني من رؤية حقيقية لموقف عربي فاعل. وطرح ايضا بان تطلع دول عربية يعني في دعم هذا المسار. لماذا؟ لان لا. العملية السياسية بصراحة لا تعني انتصار طرف على اخر، حتى لو اذا فرضنا سوريا مهددة الان بوحدتها، حتى لو فرضنا بان طرف انتصر ونقول ان الطرف الروسي مقابل طرف الامريكي، من يعيد اعمار سوريا؟ العملية السياسية دائما تقوم على المصلحة الشخصية فقط والدولية لكل طرف من الاطراف، وهذا معروف عن السياسة. دكتور محمد شاكر استاذ القانون الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. في المشهد اليمني قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستطلب إدخال تعديلات على مشروع قرار بريطاني لإدانة ممارسات إيران في اليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأمريكي.
ويناقش حاليا مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات. هذا وتعارض روسيا تحديد إيران بعينها كجهة تصدير أسلحة إلى اليمن. أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك عن تشاؤمه حيال التزام ميليشيات الحوثي بما تم التوصل إليه في السويد. وخلال لقائه بالسفير البريطاني لدى اليمن، قال عبد الملك إن التفسيرات المشوهة الصادرة عن قيادات ميليشيات الحوثي بخصوص اتفاق مدينة وميناء الحديدة تؤكد أنهم غير جادين بالجنوح للسلام. وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة اتخاذ قرارات دولية تلزم الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تلاعب. وبعيدا عن اليمن، طلب الجيش الليبي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق فوري حول إرسالها لأسلحة إلى ليبيا. وعرض المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري قطع مصورة لسفينتي شحن قادمتين من تركيا ومحملتين بالأسلحة. إذن تركيا بدأت الآن وسط تجاهل العالم، وسط تجاهل الأمم المتحدة، وسط تجاهل مندوب أو مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، وسط تجاهل لجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة بليبيا، بدأت وسط هذا التجاهل بدأت تنشر في نوع آخر من السموم. بعد أن فشلت أمام الجيش الليبي، بعد أن فشلت أمام الشعب الليبي الذي بدأ يطالب بالانتخابات وهم يعرفون أن الانتخابات ليست في صالحهم، حاولوا بحثرة الأوراق في باليرمو فشلوا في ذلك، حاولوا بحثرة الأوراق في عدة أماكن كان الليبيين كادوا يتفقوا، فتركيا بعثرت الأوراق من جديد. اليوم على ما يبدو توصلوا إلى نقطة اليأس والانتحار، وذلك بأن يقوموا بأعمال إرهابية إجرامية خطيرة جدا. إذن هذه جريمة الكبرى ليست الأولى، ستذكروا باخرة اليونان، تذكروا قنفودة الآن، تذكروا حمولة تونس اللي قبل أيام، والآن حمولة أخرى بأسلحة إسرائيلية. ومن ليبيا إلى لبنان، حيث أشاد وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح بدور مصر لدعم الاقتصاد اللبناني والمشاركة في التحضيرات لقمة بيروت الاقتصادية المقرر بإقامتها الشهر المقبل. وقال الجراح في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إن القمة ستركز على قضايا رفع مستوى المعيشة وموضوع الفقر والأمن الغذائي. تهتم جمهورية مصر العربية في إنجاح مؤتمر القمة الذي سيعقد في بيروت الشهر القادم، وتهيئ كل الظروف والمنتديات اللازمة إن كان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الشباب العربي أو مستوى المجتمع المدني العربي، تهيئ كل الظروف لنجاح هذا المؤتمر في بيروت لكي يشكل نقطة انطلاق إلى الآليات التنفيذية للمقررات التي ستأخذها المنتديات على صعيد الشباب والمجتمع العربي. ونحن نعي جدا أهمية الشباب العربي في بناء مستقبل الدول العربية وتقدم الدول العربية واستقرارها. فهذه الموضوعات لم تعد تحتمل تأجيل ولم تعد تحتمل غير العمل الجدي والآليات التنفيذية الواضحة والمدعومة من الدول العربية لتأخذ طريقة للتنفيذ. وحول أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، قال وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح لإكسترا نيوز إن أزمة النواب السنة الموالين لتيار الثامن من أذار مفتعلة لعرقلة تشكيل الحكومة والضغط على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتقديم تنازلات. هن ليسوا تكتل سياسي، في أربعة منهم ينتموا إلى كتل سياسية. نعم. واحد مع كتلة حزب الله، واحد مع كتلة حركة أمل، واثنين مع كتلة الوزير الفرنسي. فهم يعني كيان مفتعل ليس له أساس سياسي أو موضوعي، جمعوا من كتل أخرى ليستعملوا
في تعطيل تشكيل الحكومة، وهم بعتقد يعوا ذلك أنهم هم أداة استعمال وليس هم حالة سياسية معينة، مهما حاولوا إظهارهم في الإعلام كأنهم تكتل سياسي. كل اللبنانيين يعرفوا أنه يعني اثنين منهم مع فرنجية وواحد مع حزب الله وواحد مع حركة أمل، واثنين جمعوهم هيك يعملوا كيان شكلي مفتعل، لكن الهدف هو تعطيل تشكيل الحكومة وليس توزير أحد هؤلاء الناس. وبالتالي كل ما تسمعوا حول وزارة سيادية وتمثيل أحدهم هو كلام إعلامي بمحاولة للضغط على الرئيس الحريري للقبول ببعض التنازلات المطلوب منه. وإلى شأن دولية، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الصعب التكهن بعواقب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ومشيرا إلى أن خفض أسقف استخدام الأسلحة النووية قد يقود إلى كارثة عالمية. وأعرب بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو عن أسفه لعدم عقد محادثات بين أمريكا وروسيا بشأن معاهدة ستارت الجديدة. وحول الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين اهتمامه بأن تظل أوكرانيا أحد أكبر شركاء موسكو الدوليين. لكن بين الخبراء العسكريين وخبراء الأجهزة الخاصة والاستخبارات والخارجية هناك حوار بناء حول معالجة المسائل الحادة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية. نحن راضون بالمجمل عن سريان هذا التعاون. الزراعة الصحيفة الزراعية وما ما عطينا الفرصة. هل يمكن مشاهدينا الكرام عودي الى فرضت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات على 15 عضوا في الاستخبارات العسكرية الروسية، واتهمت وزارة الخزانة مشمولين بالعقوبات بممارسة أنشطة ضارة تتراوح ما بين التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وقرصنة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. أضافت الوزارة إن اثنين من المتهمين متورطان في عملية تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا. أظهر استطلاع رأي روسي شمل 1600 شخص أن ثلثي الشعب الروسي يشعرون بالأسف لانهيار الاتحاد السوفيتي، حيث عبر نحو 66% من المستجيبين عن أسفهم لتفكك الاتحاد عام 1991 مقارنة بنسبة 58% العام الماضي. أصدر القضاء التركي أحكاما بالمؤبد على نحو 2000 شخص منذ شهر يوليو 2016، وذكرت وسائل أعلام تركية إن الأحكام شملت قادة عسكريين وأفراد في الشرطة وصحفيين أيضا، ومشيرة إلى أن نحو 290 قضية ما زالت مفتوحة ولم يتم إصدار أحكام فيها. ولم تتوقف حملات الاعتقالات في تركيا منذ أكثر من عامين مع توقفات جديدة يتم الإعلان عنها أسبوعيا. أعلنت الخارجية الألبانية أنها طردت دبلوماسيين إيرانيين أو دبلوماسيين إيرانيين اثنين لأسباب أمنية، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون أحدهما والسفير الإيراني وأنهما كانا يخططان لهجمات إرهابية. أوضحت متحدثة باسم الخارجية الألبانية أن الدبلوماسيين يشتبه بتورطهما بنشاطات تضر بأمن البلاد، ومشيرة أن قرار اعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما تم اتخاذه بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بغالبية كبيرة على الميثاق العالمي للهجرة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. وخلال التصويت أيدت 152 دولة تمرير الميثاق، بينما عارضته 5 دول فقط، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تشيك، المجر، وبولندا. وتعتبر هذه أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة، وتم تحديد 23 هدف لفتح الهجرة القانونية ومنع عبور الحدود في شكل غير قانوني. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق الطارئ قصير المدى يحول دون إغلاق المؤسسات الحكومية. وقال زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل إن هذا الإجراء سيمول العمليات الحكومية الاعتيادية عند مستوياتها الحالية حتى 8 فبراير، مما يجعل واشنطن أقرب إلى تجنب الإغلاق المعطل لبعض المكاتب الفيدرالية خلال عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل. قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة قانونا أمريكيا جديدا يخص منطقة التبت. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يانغ إن القانون سيضر بالعلاقات الصينية الأمريكية إذا تم تنفيذه، ومشددة على أن هذه المنطقة هي شأن داخلي وأن بكين لا تسمح بأي تدخل خارجي فيه. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على قانون الدخول المتبادل إلى التبت ليصبح ساري المفعول فيها. وجه الادعاء العام البرازيلي اتهامات تتعلق بالفساد وغسل الاموال الى الرئيس المنتهيه ولايته ميشيل تامر، واتهم تامر بتلقي اموال بشكل غير قانوني من شركات مقابل تجديد تراخيص ادارتها لموانئ برازيليه لمده 70 عام. ومن المقرر ان يفقد تامر الحصانه من الملاحقه القضائيه عند مغادره منصبه بحلول نهايه العام الجاري. Os corpos no que entrou em ação o Itaú, e vários que acompanhavam esta equipe de futebol do lado de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato que... أصبحت الجمال أكثر انتشارا في السليمانية التي تعد إحدى محافظات إقليم كردستان العراقية، وذلك نظرا لتلبية الطلب المتزايد على لحومها في المطاعم، حيث أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في شمال العراق. عادة لا ترى الإبل في إقليم كردستان العراقي بشمال البلاد، لكنها بالتأكيد أصبحت أكثر انتشارا في السليمانية إحدى محافظات الإقليم. الجمال هي أحدث سكان هذه المزرعة في ضواحي المدينة، فهنا تتم تربية هذه الحيوانات لتلبية الطلب المتزايد على لحومها في المطاعم. مربو جمال من الأنبار يقولون إن لحم الإبل يحظى بشعبية في جنوب العراق، لكنها الآن أصبحت مرغوبة في الشمال. تم تقديم هذه الأطباق قبل عام والآن أصبحت ذائعة، فبتقديم قوائم طعام جديدة استقطبت العديد من الزبائن. صاحب أحد المطاعم يقول إنه أراد أن يقدم لزبائنه أنواعا جديدة من الطعام، لكنه لم يتوقع أن تكون الأطباق المصنوعة من لحم الإبل ذائعة الصيت للغاية. لحم الإبل ساعد في تغيير حظوظ أصحاب المطاعم،
فمنذ أن وضعوا لحم الإبل على قائمة الطعام ازدهرت أعمالهم مع إقبال الزبائن على هذه النوعية من اللحوم. ختاما تذكير بعناوين المشروع. الرئيس السيسي يتفقد مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحية. شكري يلتقي موجريني في بروكسل قبيل اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ضبط ومصرع 12 إرهابيا قبل تنفيذ عمليات عدائية بالتزامن مع أعياد الميلاد. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.